السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الموقع دوت. الموقع ده عبارة عن ويب بروجرامينج توكيت فور اي اي سي جرافيكس. هو اوبن سورس، مفتوح المصدر، مجاني، تقدر ان انت تحمل الكودز وتقدر ان انت تعدل عليه وتخليه على الموقع بتاعك. طيب خلينا نعمل ران اديمو. في كذا ديمو، مش ديمو واحد على فكرة. يطلع معانا بالشكل دوت. تقدر تشوف الموديل بتاعك، تقدر اي مشروع عندك تحمله على النت بالشكل دوت. تقدر ان انت تشوفه كبرسبكتيف اور ارسو. تقدر تعمل فيو فيت، تقدر ان انت تشوف السبيسز، تقدر تعمل هايد على بعض العناصر. تقدر ان انت تعمل فليب سلايس. نقدر نقول عايزين ديمو تاني، ده بوينت كلاود اللي هيفتحه لنا دلوقتي. ده مشروع معمول له ليزر سكان بالشكل دوت. على فكرة احنا عندنا شركة بتعمل ليزر سكان، لو حد عنده اي ليزر سكان، عايز اي حاجة عايز يعملها ليزر سكان، ونقدر نحولها له لبيم وفاسيلتي مانجمنت زي ما انتوا عايزين. طيب وبعد كده ممكن نشوف ملف 5C. ده بيقول لك ان انت اي نوع من انواع الملفات البيم تقدر ان انت ترفعها وتقدر ان انت تشوفها بالشكل دوت.